السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم اسماعيل هزازي أه بإذن الله حكون معاكم اليوم عن الستريس مانجمنت ونشكر الأكاديمية الطبية السعودية الضغوط أو مانجمنت أه أنا حاتكلم اليوم عنها بالتفصيل عن أه كيف إدارتها عن طريق العمل منا يعاني في وظيفته سواء من ناحية نفسية أو ناحية اجت اجتماعية الموضوع هذا لازم أننا ما نخليه يأثر علينا خارج يهمنا في المقام الاول انه نتفق انه ما تنقل الضغط اللي في الوظيفه في الى المنزل وما تنقل ما تنقل اللي في ننتقل الان الى المرحله الاهم وهي انه لا تتكلم باي امر حصل داخل العمل في المنزل هذا كان الامر الاول عندي كمعالجه الامر الثاني لما تطلع من العمل تغيير البيئه بشكل كامل كيف نغير البيئه؟ النقطة الثانية في حال خروجك من العمل تغيير البيئة بعدم الحديث وايضا تغيير البيئة بشكل عام مثلا تغير على مستوى اليوم انك تطلع مقهى او تطلع مول او اهم شيء انك تغير المجال اللي كنت انت فيه في عملك هذا على على مدار اليوم. اذا جينا نتكلم عن نهاية الاسبوع او الويك اند لا التغيير يكون فيها تغيير بشكل اكبر، اذا كنت في منطقة برية حاول تطلع بر بحرية انتهينا من تغيير البيئة، وهي أهم نقطة كانت عندنا، ننتقل إلى النقطة اللي بعدها. ممارسة الرياضات المتعددة، الرياضات اللي تهواها أنت كشخص، حاول إنك تمارسها لو مرتين في الأسبوع. في النقطة الثالثة نتكلم عن أمر بسيط جدا اللي هي تمرين الاسترخاء، إنك تتمدد على درجة 45 مئوية 45 درجة مئوية انك تكون فيها في مرحلة الريلاكسيشن واسترخاء تام وتنسى الامور كاملة. في تمارين التنفس يكون الاكسهايليشن أكثر من الإنهايليشن، يعني تاخذ نفس في ثلاث ثواني وإخراجه في سبع ثواني. أحد أهم الأنماط، إذا جيت تفكر في مجال العمل أو مجال الضغط داخل العمل، استخدم تمارين التنفس. كيف؟ نشوفها الآن. ايضا احد الانماط نتكلم عن التغذيه. كل الغذاء اللي, اللي محبب لك وحاول تاكله باستمتاع. ايش التاثيرات؟ اذا انت ما طبقت هذه الاشياء وكنت مضغوط وظيفيا انت حتسبب مشاكل اجتماعيه عندك على مدار الاسره او على مجال الاسره. اوقات يكون على مجال الاصحاب، بعض الناس تشوف فجاه انه متغير صاير بصراحه جو ما يقبل لا على لا في اسرته ولا حتى عند أسرة. وعلى مستوى اصحابه. ايش المشكلة في الموضوع هذا؟ انه ممكن يتطور ضغطك هذا بدل ما يكون ضغط عمل الى ضغط نفسي. والاسرية. بصراحة لما تفكر فيها بعقلانية ما لهم ذنب الناس اللي حولك بمجرد ضغوط بسيطة انت تقدر تتعامل معاه. كيف تعرف انك وصلت لمرحلة الاسترس في الوظيفة باختصار اذا الناس قالوا لك انك متغير عليهم سواء في البيت او اصحابك. متى توصل كشخص انك تقول لا انا واصل مرحله ضغط نفسي ولازم اراجع العياده اذا كان اداء عملك نزل الى الى اقل من المتوسط او بدات تجيك توبيخات او انذارات انه العمل عندك صار متدني، لحظتها لازم تراجع العياده. زي عندنا في المجال الصحي تغير الشفتات من عصر الى ليل الى صباح اعداد المرضى نفسيات المرضى ولكن حلها أن نكون متاقلمين او نأقلم انفسنا مع المجال هذا لانه مجالنا الطبي وهذه هي الاشياء اللي حتقابلنا فلازم نتأقلم نهاية أنا أحب أختم إذا في أي أسئلة أو استفسارات حياكم الله على سنابي في السناب الجاية وأشكر الأكاديمية الطبية السعودية